أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد دكتور عدنان السخني وزير الصناعة أن الوزارة تدرس كل البلاغات التي أعاقت العمل وتعمل على إعادة النظر فيها وصياغتها من جديد لدراستها ودراسة إمكانية إلغاء بعضها والخروج ببلاغات وقرارات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي ومعطياته وتحولاته. وقال الوزير أنه رغم ظروف الأزمة التي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى الصناعة الوطنية والقطاع العام الصناعي، إلا أننا يجب أن نركز على المحافظة على هذه المنشآت بكل ما نستطيع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات خطوة أولى في مجال الإصلاح الإداري والتمهيد لرفع كفاءة وأداء عمل هذه الشركات والمؤسسات. هناك بعض القوانين التي تعيق وبعض القوانين الموجودة حقيقة الأمر والتي لم تفعل موادها أو ألغيت موادها أو أخرت لجهة يعني إعطاء مزايا وحوافز للعمال ونسب من الأرباح. الآن نحن نعيد النظر في جميع البلاغات التي أعاقت هذه الأمور ونعيد صياغتها من جديد لدراستها ودراسة إمكانية إلغائها، ويمكن أن نخرج بقرارات أو بلاغات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي ومعطياته ومتحولاته جميعا، لأن الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ثبت في الدليل القاطع في هذه الأزمة تحديدا أنه حاجة وطنية عليا ولا يمكن الاستغناء عنه، بل ويجب تطويره ودعمه بما يفيد ويعزز قدرة سوريا على الصمود ويعزز تنافسية الاقتصاد السوري ومساهمة القطاع الصناعي فيه. الاكتفاء الذاتي عنوان المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين الزراعيين بحلب، ويتم من خلاله تمكين العلاقات بين الفلاحين والمهندسين. تحت شعار الاكتفاء الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي، نعقد وعلى مسرح صالة معاوية بحلب المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين الزراعيين بحلب. السيد وحيد عقاد محافظ حلب أكد على الدور الهام والفعال الذي يؤديه المهندس الزراعي وبما يساهم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي إلى جانب أخيه الفلاح من خلال التشاركية والتي تؤدي إلى التكاملية، وضرورة العمل على تأمين المستلزمات لإقامة الصناعات الغذائية والصناعية والتحويلية لتوفير المزيد من فرص العمل. نحن نقابة المهندسين الزراعيين حاليا ومنذ الأزل نسعى إلى أن يكون دورنا مستقل في أعمالنا. المهندس الزراعي له حقوق وواجبات، وعلينا نحن كنقابة حقوق وواجبات نقوم بتقديمها، ونسعى دائما إلى تطوير ذلك، وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريبا. بالنسبة لأخوتنا المهندسين الزراعيين والفلاحين، هناك علاقة وثيقة، علاقة ترابط بين الطرفين سدى ولحمة، هم بعلمهم ونحن بعملنا، فإذا تكامل العلم مع العمل لمعت وأبرقت البلاد، وما خبى بريق وطن إلا إذا تركت التعامل بين العلم والعمل. كان هناك في النقابة تواصل كامل لزيادة الوعي عند زملائنا بالوجود في خندق العمل بشكل كامل. مؤتمرات ولقاءات في محافظة هي حاضرة زراعية تؤكد يوما بعد يوم على أهمية محاصيلها الاستراتيجية من حيث الإنتاج والوفرة. ارتفع مؤشر سوق دمشق الأوراق المالية 27 نقطة وأحد عشر جزءا من النقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة تجاوزت 996 نقطة. وأغلقت جلسة اليوم على حجم تداول قدره 286,874 سهما موزعة على 111 صفقة بقيمة تداولات إجمالية قاربت 33 مليون ليرة سورية. وجاء قطاع المصارف في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات تلاه قطاع الصناعة والتأمين. نهاية أخبار المال والأعمال، عودة لأسامة ورائدة، دمتم بألف خير.